أمريكا عدوة الحريات في المنطقة، أمريكا تعلم أنه إذا صار عندك ديمقراطية، أنا ما أقول إسلام، ديمقراطية، خلك من الإسلام، ديمقراطية حتى علمانية، حتى في مصر، يعني في مصر ولا في أي بلد عربي ولا إسلامي، ديمقراطية علمانية اللي فيها الناس يختارون الحاكم ويقررون بناء على مصلحة البلد، فضلا عن الإسلام، فضلا عن الإسلام والشورى والمحاسبة والشفافية بالمفهوم الإسلامي وحكم الشرع، لا لا، أمريكا لا تقبل حتى ديمقراطية، لأن ديمقراطية تعني أن مصلحة هذا الوطن مقدمة على مصلحة أمريكا. إذا كانت هناك حرية في مصر فسيصل الإسلاميون للسلطة، حريات في الأردن، حريات في سوريا، حريات في المغرب العربي، في الجزائر، سيصل الإسلاميون للسلطة تلقائيا، فهم لا يريدون هذا الأمر، لأنهم يدركون أن الإسلام ليس فيه فقط تمثيل للشعوب، بل فيه كذلك هوية قوية ورغبة في النهوض يفكر فيها الناس الاستغناء عن الغرب، بل أن نكون ندا حقيقيا للغرب. هم لا يريدون هذا الأمر، ولذلك يحاربون الحريات ويحاربون حقوق الإنسان.